حياك الله يا ولدي يا عبد الله، ما شاء الله عليك، مثال للطالب الذكي الناجح المجتهد. كونوا مثل رفيقكم عبد الله، ما شاء الله عليك يا عبد الله، مقالك جميل وأدائك في المقال كان أكثر من رائع. صفقوا مرة ثانية يا عبد الله. استاهل يا عبد الله. أقول عبود من له المعلومات؟ والله ما أدري، أصلا هالدرس إحنا ما أخذنا. والآن مع الطالب عبد الله. جعل دار ضمة أنفاس جاسم ما تهون، علاها الوسم ويا جعل تطربها الرعود، دار بن ثاني تميم العرب وأول زبون، يوم جدد دعوة الحق من عهد الجدود. لاذا الموضوع في أنه أنا اللي محيرني إن إحنا ندرس نفس الفصل ونفس المواد ولا مر عليها الدرس كلش. تهجى إن عنده شيطان يساعده. والله ما يندرى يجوز. عبد الله، أنت تعرف كل شيء، هاي كله تعلمته من المدرسة؟ لا، هاي مو كله تعلمته من المدرسة، أنا عندي أستاذ في البيت يعلمني كل شيء، حتى لو ما تعلمته من المدرسة. وين هو؟ ساكن معانا؟ إيه نعم، هو ساكن معانا ومعانا في البيت، وعايش معانا بعد، تبي تشوفه؟ إيه يلا نشوف. يلا، خل نروح نشوف. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد الله، ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. يا اخي انت عندك اجوبه حق كل الاسئله. تكفى، من وين لك هالمعلومات؟ اي والله صدق، من وين لك هالمعلومات؟ من وين لي هالمعلومات؟ اكيد من بيتنا. من ابوك؟ لا. من امك؟ بعد لا. عيل من الشيطان. اي شيطان الله يهداك. ولا تدري، هو ممكن يكون شيطان وممكن يكون ملاك في نفس الوقت. حياتنا يا عبد الله، شلون يكون شيطان وملاك نفس الوقت؟ هو شيء انا املكه وانت تملكونه، واحنا نقدر نخليه شيطان ونقدر نخليه ملاك في نفس الوقت. تستهزئ فينا يا عبد الله؟ لا حاشا لله، لا استهزئ فيكم ولا شيء. ان شاء الله اليوم تعالوا لي بيتي وانا اعلمكم. خلاص الوعد العصر اليوم ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم على البيت. جهزتوني ها؟ ان شاء الله. يلا على السلامة. ها عرفتوا كل هاي هني واكثر بعد؟ انتوا عبالكم هاي العاب بس وضحك وفرفشه وناسه كل شيء. من علمك عليه؟ ابوي. ها الحين شو اخترتوا، الملاك ولا الشيطان؟ اكيد الملاك، ما يبي لك كلام. تعجبني.